ايه ده؟ ابو تريكه بيقع ولا ايه؟ حاجه محمد منير ايه دايما تلاقيه واقف كده وبعدين ايه كتفه ده شويه لازق في دماغه ويغني بقى يغني يقول ايه بقى في كل حي ولد عتر صبي حنان وكلنا جيره وعشره واهل وخرفان ولي كده جيت اليمين اعضاء الحزب الجداد لابسين البدل السوداء والجرافطات الحمراء وعايز اقول ان البدل السوداء حلوه والجرافطات الحمراء حلوه برضو وعلى ناحيه الشمال نازلين اعضاء الحزب القدامى لابسين بدل سودا برضو وجرافطات حمرا برضو ليه؟ لان الاحمر حلو والاسود حلو ومبعوت لي ايميل اهو ننزل 50 رساله كده مبعوت لي ايميل من اسماعيل من اسماعيليه بيقول لي ده بيقول لي نكته هقراها يا اسماعيل هقراها يا اسماعيل بيقول مره واحد بيحب يجري ويجري ما بيحبوش ايه ده؟ ايه الجهاز هنج يا راجل حرام عليك يا راجل ناقصه يا راجل حرام عليك حرام عليك يا راجل بيصفر الكابتن ابو جلامبو هو علينا مدفع الشوط الاول يلا والله يا راجل حلوة يا راجل يلا يا راجل خش يا راجل خش يا نهار ابيض وطلع النهار ابيض وهلا ايه يا ابني ده يا راجل لوحدك يا ارض في وسط كله على كله لما تشوف قوله يا نهار ابيض ايه ده كله انا خلصت فيك كل الكلام هقول لك ايه وعد لك ايه يا نهار ابيض اهدى كله اهدى يا راجل بنيه يمين بنيه شمال اليمين حلو واليمين حلو وهلا يا عبد الله جاي لي ايميل بيقول لي انت بتقول ايه رد عليه وقول له اي كلام ايه اللي هيجي على بالي هقوله امال ايه ايها الاخوه المواطنون ايها الاخوه والاخوات لحسن مبارك الذي يتحدث امامكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويله في خدمه مصر وشعبها ان هذا الشعب العزيز هو شعبي يحتاج اليوم الى حاكم قوي وانا راجل سهل انا راجل اما كنت اقول الكلمه مظبوط ما اقولهاش يعني ايه بيحصل في البلد دلوقتي ايه ها مش عارف شوية أغاني على الشاشة مصر أنا ما بقولش عارف عن كام خالص يعني مش حد فتح بق مش كده إنما الدنيا لازم تمشي مظبوط إن أنا راجع تاني أنت فاكرني مش جاي أنا راجع أنا معاك في السكة بس وجاي على طول أهلا وسهلا يا دي لون يا دي النور اتفضل يا أستاذ سيد اتفضل مش هوصيك بقى على حمادة عيب حمادة حمادة ده ابني يعني انا ابني اسمه حمادة وده حمادة فالاتنين يعني تلاقيش تسلم تحب اجيب لك حتتين بسطة مع الشاي بسطة البسطة ده بيبقى الحلو والحلو دايما بيبقى بعد الاكل يا حلو جراية حلو يعني يا ريت يعني وانا داخل معرفش مناخيري بتكذب عليا ولا لا شميت ريحة محشي هل ده حقيقي ولا غلط لا حقيقي تسلم مناخيرك انا عاملة شوية محشي كروم بيستاهلوا بقى ما تغلبش الاستاذ يا واد لخصي يا امه حاضر يا حماد اخبارك ايه ازيك دلوقتي مخنوق من المذاكره والزفت شفت صح ماتش الاهلي امبارح ده كان حته ماتش بيقول لك الحكم حسب بيلين والجمهور نزل نفخه ايه وحكم ايه وبيلين ايه وماتش ايه بص انا حطيت الساعه خلاص العداد شغال انت حر الساعه بتاعتك تخلص هتكل على الله على طول ها اخلص ايه ده انت هتزعق لا قصدي يعني انا بحاول اساعدك عشان تتفوق انا عارف ان انت جواك كويس يعني انت شاطر بس لعب يا احنا النهارده هنعمل موضوع تعبير وهنكتب موضوع تعبير اتفضل يا استاذ طيب انت معاك قلم ايه ده معايا قلم مدرس وبتدي دروس خصوصيه وبتاخد الشيء الفلاني وباسطة وحلو يا حلو ومعكش قلم قصدي انا معايا قلم كتير يعني انا حبيت اشوف انت معاك قلم ولا لا خد يا سيدي اكتب موضوع التعبير ايه ده انا اللي هكتب
قصدي ان انا اللي هكتب ليه عشان يبقى نفس الخط اللي موجود قبل كده طبعا، يعني عشان حتى المدرس عندك في المدرسة ما يحسش بفرق يعني. هنكتب النهاردة موضوع تعبير عن الربيع. اكتب. ماشي. الربيع. يأتي فصل الربيع في الربيع، ويتسم شهر الربيع وفصل الربيع، عشان تكتر طبعا تعبير. ها، عامله صفحتين. يتسم بالمراعي الخضراء حيث تكثر فيه المراعي الخضراء. معروفه دي. طيب ما دام معروفه ما تقول حاجه من عندك، يعني انا هفضل اكتب لوحدي ولا ايه؟ تكثر فيه المراعي الخضراء. ايوه. لذلك قصدي لهذا، عشان كده يعني يستطيع الجمل ان ياكل ويشرب من تلك المراعي الخضراء. جمل ايه؟ جمل. الجمل حيوان بري يعيش في البر ولا يستحمل الجوع والعطش، ويستطيع عليهم ياما سنين يعني، ويمشي في الرمل على أربعة أرجل بسهولة، وله رقبة طويلة ولكن ليست مش مثل الزرافة قطعا. مش مثل ايه وزرافة ايه وجمل ايه؟ اقول لك ربيع تقول لي جمل. ايه ده، انت هتزعق تاني؟ لا قصدي يعني ان انا اكيد اللي غلطان يعني. اصلي فعلا المراعي الخضراء هي تودي الواحد دماغه للجمل، ان الجمل بياكل المراعي الخضراء. انسى الربيع خالص، احنا هنعمل موضوع تاني خالص، نعمل موضوع تعبير عن الكمبيوتر كمبيوتر وفوائده. حلو، اكتب. حاضر. الكمبيوتر وفوائده. ينتشر الكمبيوتر في المدن. الكمبيوتر حيث ينتشر في المدن. معروفة، ينتشر في المدن ولا ينتشر في البدو. ليه؟ لأن البدو يستعملون الجمل، والجمل هو سفينة الصحراء، أي أنه يمشي في الصحراء ولا يمشي في اسكندرية مثلا عشان دي مية، وهو أليف مثل القط، ولكن هي عندها شعر وهو ما عندوش، ولا يعيش في البيوت مثل الدجاجة، أي الفرخة. فرخة إيه يا ابني؟ جمل إيه؟ أنت إيه حكايتك وحكاية الجمل؟ أقول لك كمبيوتر تقول لي جمل، أقول لك الربيع تقول لي جمل، جمل إيه يا؟ إيه ده، أنت هتزعق تاني؟ أنا آسف يا حماد، أنا بس أصلي بنفعل عشان مصلحتك، وأنا غلطان فعلا، يعني فعلا الكمبيوتر بيودي الواحد دماغه على طول للجمل طبعا. أنا آسف يا حماد، إحنا نكتب عن اليابان. اليابان والصناعات المتطورة في اليابان. اكتب. اليابان والصناعات المتطورة حيث تشتهر اليابان بصناعة السيارات. السيارات اللي هي العربيات يا أستاذ، صح؟ يخرب بيتك يا حماد، الحمد لله. واضح ان انا علامي ليك جاب نتيجه زباله يعني. الحمد لله. الحمد لله. السيارات هي العربيات. بتقول حاجه، قول. معروفه دي. وتقاس قوه السيارات قوه السيارات بقوه الباور هورس، اي قوه الحصان، والحصان كائن هلامي بالنسبه للجمل. حيث ان الجمل عنده سنم، والسنم على شكل هرم، والهرم عنده جمال كتير، وعند نزله السمان. سمان ايه؟ هرم ايه وجمال ايه؟ انا اقول لك اليابان تقول لي الهرم يا اب. ايه ده، انت هتزعق تاني؟ مش بزعق، بس انا بقول لك اليابان تقول لي الهرم ليه؟ ايه ده يا استاذ، انت بتزعق في حماده ولا ايه؟ ماما انا زهقت من الاستاذ ده. ماما لقد صبرت عليه صبر الجمل. والجمل حيوان بري ياكل الكمبيوتر ويعيش في اليابان، وعنده سنم، والسنم عند الهرم، والهرم ده من الاسنام، هو ابو الهول، عشان كده لازم نهد الاسنام كلها، لازم نكسر ابو الهول. مالك يا استاذ في ايه؟ لا لو مش عاجبك اتفضل، الباب يفوت جمل. والجمل حيوان اليف ولكن ليس له ريش. والجمل حيوان أليف. ده طبعا أيام الدروس الخصوصية. بس برافو عليك والله، حلو جدا. وأنا جايب ناقد. لا ضحكت والله، برافو عليك يا أنور. الله يخليك. الله شاطر. الله يخليك. سليمان، إيه علاقتك بالجمل؟
ده الجمل ده، انا متربي مع الجمل. انا الجمل. تعرف كان بيتنا في دور تاني كده بعد الدكاكين يعني، وسوق الجمال تحت البيت كده على طول والله، وجمال ابويا تحتيه كده. والدك الله يرحمه كان شغال. انا اتولدت بنزل العب مع الجمال. تلعب مع الجمل؟ اه في امبابة. والله وتقدر تقعد الجمل وتقوم الجمل؟ وشفته بتقعد الجمل اسمها ايه؟ بتبرك الجمل. تبركه؟ تبركه. واما بتقومه؟ لا بتقومه عادي يعني. ما عملناش اسم يعني. امال ايه؟ بتنخخ الجمل؟ تنخخ. تنخخ او تبرك هما الاثنين واحد. يعني تبركه او تنخخه. تنخخه عشان تبركه. مش واحد لا يعني. هيكرهنا في الجمل، هيكرهنا في الجمل. انا بحب اكل لحمه الجمل والله طبعا الجمل فيه فوائد. الجمل سفينه. الجمل سفينه الصحراء. لا في فوائد كتيره جدا. طب الجمل الصغير اسمه ايه؟ بعير. لا جمل واحد. ناجة. جمل واحد. ايه الجمل الواحد؟ الجمل الواحد اسمه الصغير جمل. بقى جميلي يعني ولا جميلي ايه؟ مال متربي مع الجمال واوعى الجمل. ايوه لحد كام الحكايه دي؟ ايوه من خمسة يعني وانت صغير سنة. يعني ما يعني الجمال كبرت بعد كده نسيت يعني. يعني ممكن الجمل الصغير ده احلى لحمه. الجمل عجود. الصغير جعود. بعرور. 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 ما ليه جعود دي يا عم؟ ما كان ابويا بيفهمنا حاجات غلط. مع ان ابويا كان عمده السوق ده والله. كان اي مشكله بين تجار هو يحكم بها او بين جمالين مثلاً. اي حكم هيقوله بيرضوا بيه يعني والله. والله العظيم. الحمد لله. والجمل فعلا بقى بيحوش الاكل في السنم ده؟ ما انا كنت صغير. بس دي معلومات عامه. معلومات عامه. يعني زي ما اقول لك الفيل ليه زلومه تقول لي كنت معروف صغير. معروف. بس ما شفتوش هو بيعمل كده. عارف من المعلومات. انت عارف ايه الفرق بين الفيل والجمل؟ هو الجمل يتميز بالصبر. والفيل يتميز مش بالصبر. بالعنف. سليمان دلوقتي اللي احنا شفناه ده لما كان الناس بياخدوا دروس خصوصيه. وطبعا حكايه الطلبه اللي يقعدوا يتدلعوا على المدرس وعارفين ان هي ايه منفعه مشتركه ما بين المدرس وما بين التلميذ. التلميذ ان هو يتعلم والمدرس بياخد اجر قصاد ده يعني. تمام. دلوقتي الوضع اختلف تماما. ما بقاش في دروس خصوصيه. سيبك من اولادك لان انت حاله خاصه. ما بتقدرش تذاكر لهم فبتستعين بحد يذاكر لهم الكتب الغريبه. طب مش فاكر اسم ماده من اللي هم بياخدوها دلوقتي بعد ما كبروا ما شاء الله يعني؟ لا كلها انجليزي. ساينس. ساينس. طب الكيمياء ايه؟ كامينز. دي ساينز يبقى كامينز. كامينز. دي ساينز. كيمستري. كيمستري. والفيزياء مش كيمياء وخلاص يعني. ايه بقى ايه الجديد بقى او التطور لما اقول كاميلز وكيمياء عادي؟ الكيمياء يبقى بالانجليزي ايه؟ كيمستري. قول ورايا. كيمستري. 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 الفيزياء فيزستري. فيزستري. يس. الفيزياء فيزستري. يس. يعني الكيمياء كيمستري والفيزياء فيزستري. فيزستري. احنا بنعتذر للجمهور طبعا. ليه؟ الفيزياء مش فيزيستري خالص. ويعني ايه طيب؟ طب المواد الاجتماعيه اسمها ايه؟ المواد الاجتماعيه قلتها انت. قلت الاسم بالانجليزي بقى. بالانجليزي اسهلها لك. ما تلاقي العيال وهم معديين كده قالوها مره قدامك. ما هم ما بيردوش يقولوا قدامي يعني. بيخافوا اشترك معاهم في الحوار فيفهموا حاجات غير اللي بيفهموه. فبيبعدوا عني بصراحة. زي ما شفنا الدروس الخصوصيه زمان هنتفرج دلوقتي الحديث بعد ما الدروس الخصوصيه اتلغت ووزاره التعليم الحمد لله لغت الدروس الخصوصيه. بقى كل المدرسين بيدرسوا جوه المدارس بشكل كبير. والتقدم التكنولوجي ساعد الاولاد انهم ما بيتعاملوش مع المدرس الخصوصي ولا الدروس الخصوصيه. هنشوف مع بعضينا التطور بعد فترة طويلة من الدروس الخصوصية. طب شوف دي. استنى انت بس خد دي. جرى ايه يا ولاد؟ هتقعدوا تدوا بعض حاجات كده وما عندكوش مذاكرة ولا ايه؟ احنا مستنيين المدرس يا جدو. مدرس؟ مدرس برضو يعني يا ولاد. وجدك اساسا كان مدرس اول. معقوله؟ معقوله يا هاني؟ هاني؟ هاني مين يا جدو؟ انا اسمي عمرو. عمرو؟ ايه؟ امال فين هاني؟ امال ماليش اخوات اسمهم هاني يا جدو.
ايه ما انا جه في دماغي ازاي يعني هاني؟ يلا والمدرس ده بيديكوا ايه هما؟ ماس وكيمستري فيزيكس وسوشيال ستاديز يا جدو. سوشيال ستاديز يا سلام، ده بيديكوا حاجات كتيره. طب هو فين المدرس ده؟ هو يا جدو اونلاين. اونلاين؟ وجه هنا يعني؟ هو يا جدو اونلاين. طب اتفضل اتفضل، اهلا وسهلا. اتفضل، اهلا وسهلا. اهلا لا، اللي حشرك الحشره السوداء دي، تعال تعال يا استاذ. خلاص يا جدو بقى، عايزين ناخد درس. طيب. سولار سيستم الكتروستاتيك. ما شاء الله. كوساين ايه؟ يا سلام. مصر التي في خاطري وفي دمي، ده للشعر دوت حافظ ابراهيم. ايه الله ينور عليك يا ديهان، الله ينور عليك والله. يعني بصوا انا فرحان بيكوا كده يعني، ما شاء الله. والبتاع اللي في ايديكوا التكنولوجيا ده، يعني ممكن مثلا يكتب موضوع تعبير؟ اصل جدكوا يعني كان في التعبير ده ايه، ده انا استاذ كبير. ها يقدر يكتب؟ هو ما بيكتبش يا جد. ما بيكتبش، امال بيعمل ايه؟ هو بيسجل اللي كتب قبل كده. بيسجل اللي كتب ازاي يعني؟ بيعمل سيرش يعني يا جد. شيرس. بيعمل شيرس. حلو والله. طب يعني ينفع يكتب موضوع عن الغسق؟ الغسق؟ ها؟ الغسق هو لحظة غروب الشمس ودخول الليل والسكون. يا سلام. حيث ينام كل المخلوقات. ايوه. بما فيهم الجمل. جمل؟ جمل تاني؟ جمل تاني؟ لا! جمل! ايه رايك في الجمل ده؟ انت بطل الحلقه يا سليمان. يعني طبعا ده حكايه الدروس الخصوصيه وحكايه الفرق بيننا وبين اولادنا وتعليمنا وتعليم اولادنا. طبعا فرق كبير جدا جدا. مفيش يعني مقارنة. يعني سيبك من الرفاهيه اللي ممكن ما كانتش موجوده على ايامنا وبقت موجوده على ايامهم، زي الجيمز، زي الكمبيوتر، زي الحاجات دي. انت شايف ايه تاني فرق بينك وبين اولادك؟ والله انا شايف ان احنا يعني كنا اقرب للشارع منهم يعني، والشارع ده الاجيال الجديده خوفت العيال من الشارع، فبقى الشارع حاجه يعني مرعبه للطفل. يعني انت بالنسبه لك كنت لعبك كله في الشارع؟ تمام. يعني من طفل يعني عن سنتين ثلاثه، ومنطقه شعبيه. سنتين او ثلاثه يعني، يا دوب تمشي مع اخواتي الكبار ياخدوك. يعني رايح مع اخواتك، مش قاعد بتلعب في الشارع وانت مش عارف تمشي يعني. بس عايش في الشارع. يمكن كان منطقه شعبيه قليله جدا. كان كل صيف الولاد كلها تشتغل في الصيف. وانا الاقي نفسي لوحدي، فحابب لازم اشتغل. وانت سنتين؟ لا، الكلام ده بقول لك مع الوقت بقى. فبقى كل اجازه الصيف في المدرسه يعني كنت بقيت عديت. كل اجازه الصيف اشتغل مهنه. وانا فرحان قوي. ومهن ايه؟ ميكانيكي، صبي ميكانيكي يعني. طبعا. صبي بقال، صبي مش عارف. وشعرك كان كبير. يعني ايه؟ بص، كان الحياه المرمطه دي عملت عند الواحد، عملت يعني شخصيه. الحمد لله. طبعا ده مش موجود عند اولادك. اهو ده اللي انا بقوله بقى. بس عموما حتى لو فكرت ان اولادك ينزلوا يلعبوا في الشارع، الشارع نفسه ما بقاش موجود. ما هو كله بقى خلاص، والشارع يعني اتعمل له سمعه وحشه يعني. الشارع اتعمل له سمعه وحشه؟ انت اللي عملتها له ولا ايه يعني؟ لا، الاجيال الجديده كلها عملت كده في الشارع. لا بس فكره حتى احنا